السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده مش بلايستيشن 5، ده اتاري ماريو. بس عشان من اسلام بهجت ستورز خلينا اتاري ماريو هو بلايستيشن 5. اتاري جميل جدا، ده الشكل بتاعه وهو محطوط. بيشتغل بدراعين، ما هوش مسدس، ما هوش شرايط عشان الناس ما تتلخبطش. احنا معانا اصدار تاني اللي هو بلايستيشن 2، ده اللي هو شبه بلايستيشن 2 يعني. ده اللي بيبقى معاه المسدس وبيبقى معاه الدراعين والمسدس وبياخد شرايط وليه شرايط بتتباع. انما ده ما بياخدش شرايط، ده مبرمج في العاب جواه. طيب احنا ريفيو النهارده، طبعا احنا عاملين عشان اللي بيشوف الفيديو ده بس، احنا يا جماعه الحمد لله مؤسسه اسمها اسلام باجت ستورز، احنا شغالين، احنا بتوع الجيمنج بفضل الله، عندنا تشكيله عاليه جدا من انواع الاتاريات كلها. في الاتاري اللي هو شبه بلايستيشن 2 اتاري ماريو، وفي الاتاري اللي هو شبه بلايستيشن 5 اتاري برضو ماريو، العاب مختلفه، والاتاري السيجا الشهير. هتلاقوا على البيج، هتلاقوا فيه معلش التليفون، هتلاقي على البيج هتلاقي فيه اتاري السيجا، شرح تفصيلي للسيجا، شرح تفصيلي لده، وشرح تفصيلي اللي احنا في الفيديو فيه دلوقتي اللي هو بتاع البلاي ستيشن 5. الاتاري بيجي عامل ازاي؟ الاتاري بيجي بالمنظر ده كده، هنشوفه برده هوريكم كده عن قرب. تمام، بيجي بالمنظر ده كده، تعالى قرب عليا كده. تمام، بيجي بقعده، القعده موجوده اهي. تمام، بحيث اللي هو ايه يقف كده في اي مكان. تمام، ده المنظر بتاعه من كل اتجاه، عشان برضو عملائنا اللي احنا والله بنتشرف باسئلتهم ومش بنتضايق، بس بنزعل لما بنتاخر على ردهم، اللي بيبقوا عايزين صور على الطبيعه او فيديو على الطبيعه. ده الطبيعه بتاعت الاتاري يا جماعه بالمنظر ده كده. ده هنا الاساسي اللي هو الدراع الاساسي بيخش هنا في واحد، الاساسي الدراع التاني بيخش هنا في اتنين، ده زرار الباور لما اجي اقفله باور، وده الريسيت لما اجي بخش في لعبه معينه وعايز اطلع من الايه؟ من اللعبه. ده الايديو فيديو اوت، وده الدي سي، الدي سي بتاعه نفس الجاك المايكرو بتاع اللي هو السامسونج واللي هو الجي 8 يعني. تمام؟ هنيجي مثلا نيجي نوصل دلوقتي، هنوصل كده، قرب معايا السوكت طالع في الشاشه. تمام؟ السوكت هنا اهو، سهل ما فيهوش اي حاجه كده، الجهاز اشتغل باور. وهنيجي على التاني اللي هو ده الجاك ده اللي هو بتاع الايديو فيديو. طبعا يا جماعه احنا بنعمل فيديوهات لعملائنا واصحابنا، يعني بنعمل فيديوهات لعملائنا واصحابنا، مش بنعمل عملاء لحد. فيديوهاتنا على الطبيعي ما بنبقاش مجهزين لاي حاجه، زي ما انتم شايفين احنا بنشرح ليكو علشان يعني اسئلتكم تعز علينا. لما حد يسال يا جماعه انا عايز الالعاب اللي موجوده في الجهاز ايه؟ شكله عامل ازاي؟ فبنعمل الفيديوهات دي علشان تبقى موجوده، وهتلاقوا على القناه فيديوهات كتير جدا. انا مجرد ما حطيت الجاك ده طلع، ده عندنا في منه قد ايه؟ في منه 453 لعبه، 453 لعبه. نوصل في الواحد، لان احنا برضو في عندنا ريفيوهات بتيجي يا جماعه انا خدت الاتاري ومش عارف اشغله. حضرتك الاساسي الماستر لازم يبقى في 1، مش يبقى في 2، يبقى في الرئيسي. ده بالنسبه لنا اهو، انا شغال كده عادي 453 لعبه زي ما احنا شايفين. 8 الالعاب معظمها احنا بنهتم جدا بالتفاصيل، هنوريكم بيج بيج. دي 453، في ناس حافظه الاسماء وحافظه الالعاب وتبقى عايزه حاجه معينه، مفيش مشكله يا جماعه، احنا بيشرفنا خدمتكم، احنا هنعمل لكم اللي انتم عايزينه. ده 453 لعبه واقفين عند 8، هنمشي عليهم بسرعه جدا عشان تشوفوا الكادر واحد واحد. وبرضه دلوقتي هنجرب العاب، يعني برضه واحنا قاعدين في الريفيو كده هنجرب بعض الالعاب. طبعا اللي عايز يوقف بقى يشوف لعبه معينه وكان بيدور عليها، لان في فعلا في ما شاء الله فئه كبيره عارفه الالعاب وبتبقى بتسال العاب معينه، اللعبه دي موجوده، اللعبه دي مش موجوده. في لعبه مكتوبه عليها نينجا، شكلها لعبه كويسه، في التنس. مش
عايزينكم تزهقوا، بس احنا بنعمل كده علشان الريفيوات اللي احنا بنشوفها بنبقى عايزين الناس كلها مرضيه، ومحدش زعلان من حاجه، واللي يشتري حاجه مننا يبقى متاكد الحاجه دي مناسباه، متاكد الحاجه دي كويسه، وده المنتج اللي هو عايزه. احنا هنجرب دلوقتي برضو كذا لعبه، يعني هنخلص كده بسرعه، احنا خلاص في الاواخر اهو، وهنجرب كذا لعبه. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان تتاكدوا الالعاب مش متكرره، الالعاب دي متبرمجه جوه الجهاز، متبرمجه جوه الجهاز. يعني جواه ميموري فيها كل حاجه، جوه الجهاز نفسه، الهارد الداخلي بتاع الجهاز، مش شريط، مش فلاشه. كده 453 لعبه. هنيجي دلوقتي مثلا هنجرب العاب، هنيجي مثلا على سوبر ماريو 3، يعني على ما اعتقد ممكن يكون ده اصدار حديث شويه مثلا من السوبر ماريو، مش عارف، هنشوف مع بعض. ان انا فعلا يعني فيديوهاتنا على الطبيعه يا جماعه، الفيديوهات دي احنا بنعملها ليكو علشان تبقوا عارفين كل حاجه. طبعا ده كده احنا بتلعب واحد او اتنين. دي مش عارف، مش ماريو باين، لا هي دي بس لسه دلوقتي، دي في الاول كده لحد ما ابدا. يعني هي دي باين فزوره ولا دي كانت ايه؟ هو نفس يعتبر ماريو شبهه بالظبط، بس ده ماريو جديد على ما اعتقد. تمام، هنيجي حبينا ان احنا نطلع من اللعبه، بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل الريسيت ده، زرار الريسيت كده طلعنا بره. ده بصوا بقى المفاجاه دي، اللعبه جواها لعب، يعني حاجه جامده جدا، اللعبة الواحدة جواها لعب كتير. دي اسمها كونتر على ما اتذكر، لعبة كويسة جدا بحبها والله. فيها بقى ستيج بقى مختلف، يعني احنا زي ما احنا شفنا كده، انا كده اتكهربت على ما اتذكر، يعني انا لما اتوقع و تمام. احنا طبعا شفنا اللي هي فيها اصدارات كتير، يعني احنا لما جينا دخلنا على يعني احنا دخلنا جواها كده جوه اللعبه نفسها، لقينا العاب تانية كل واحده جواها بعض زي مراحل مثلا او حاجه شبه كده. يعني يبقى احنا كده لما بنيجي بنحسبها يبقى دي مش 453 لعبه، لان احنا كل لعب وكل يعني من الكونتر مثلا دي جواها لعب تانية. تمام، احنا دخلنا دي باين، دي سوبر ماريو العاديه بقى بتاعتنا اللي احنا عارفينها، دي طبعا جميله جدا. هنجيب بس في محاوله هنا هنعرفها للناس. لحقتها كانت طالعه انا كده في. بص بقى المحاوله دي مش اي حد يعرفها، دي خلي بالك دي هديه مننا لكل عملاء اسلام ماجد ستوري. بعدين بتخش هنا كده، دي فيها بس انا للاسف عديت الماسوره، الماسوره دي كانت بتدخلك على بتاع فيها ذهب كده. اللي عايز اي مساعده في ماريو يا جماعه احنا معاكم. ده كده بالنسبه لايه؟ لماريو الرئيسيه بتاعتنا. وعندنا الكونتر دكتور ماريو، ده حاجة برضو تبع ماريو، ماريو ماريو نينجا. احنا والله مش زهقانين، احنا اهم حاجة عندنا تبقوا مرضيين. اللي بيشتري منتج يبقى متأكد ان المنتج مناسب. ده كده هما ما ضربوني على ما اعتقد. لما ارجع له تاني تمام، هنيجي على نختار ايه مثلا، نختار ايه، هنختار مثلا لعبه رقم 45 كده بالحظ مثلا. دي ايه بقى؟ كره دي ايه دي؟ فاكرها بتاعت زمان كنا بنلعبها دي.
دي في بليشر وانا يا جماعه الالعاب دي طبعا موجوده. هما مسكوا الكوره مني كده مش عارف اخدها ازاي انا بقى، بس مفيش مشكله. تمام، دي في بعض الالعاب كتير للبيشر وانا خلي بالك يا جماعه. طيارات حرب مدافع دي صعبة جدا، دفاع جوي. تمام. طبعا احنا عاملين الفيديو ده يا جماعة اصلا لكده. يعني هو الفيديو ده معمول عشان نوريكم الالعاب اللي في الجهاز ده. تنس اهو، بس غريبة جدا اللي بيلعبها عصفورة باين، بس هو تنس. مش طش صح؟ ملحقتش اشوط الكورة للأسف، وقت مش شايفها قوي. بس هو تنس، وفي تنس تاني، وفي كذا تنس صح؟ يعني دي برضه ماتشنج اهي. اه دي بازل؟ انا عمري ما افتكرها دي، خلي بالك. دي عايزة بقى ايه؟ دي كانت معايا باين هنا او هنا، شوف اي خدمة. طبعا دي برضو لها العاب تنمية الذاكرة، بس احنا ما عادش في ذاكرة اصلا. دي كده ده انا ممكن اصلا انسى رقم اللعبة اللي احنا دخلناها دي كانت ايه؟ الديد فوكس. طبعا الالعاب دي كلها يا جماعه اصلا كانت ياباني، فعشان كده تلاقوا الكلام ده مش هنفهمه يعني. هو شكله اداني مهمه معينه في الجزيره دي. طب دي طالع منين ده؟ دي من كام لعبه ولا كده؟ تمام، يعني مثلا نشوف اهو مثلا. تمام، احنا ممكن بقى ايه ما نلعبش، ممكن نعمل كده على طول. تمام، العاب مختلفه كمان زي ما انتم شايفين، الالعاب كلها مختلفه، مفيش العاب متشابهه الا قليل جدا، ولو العاب متشابهه بتبقى فيرجنات مختلفه، ما بتبقاش نفس الفيرجنات. طبعا احنا صعب جدا اللي احنا اللي الفيديو يجيب كل الحاجه اللي في الجهاز. زي ما احنا شايفين 453 لعبه، وال 453 لعبه فيهم حاجات من جواها في لعب تاني، فطبعا الموضوع هيبقى صعب جدا ان احنا نجيب كل الالعاب في فيديو واحد. بس ان شاء الله ده فيديو مناسب جدا لاعمار كتير، شكله كويس جدا، شكله ديكوري، اتنين دراع بالمنظر ده شغال برضو. انا مش فاكر انا قلت في اول الفيديو ولا لا، بس ده يا جماعه شغال ايديو فيديو. يعني ايه ايديو فيديو؟ شكرا نبقى عارفين اللي هو التلات جاكات دول. طبعا ده شغال في موجود في اي شاشه وفي اي تلفزيون، الشاشات كلها يا جماعه موجود فيها الجاكات دي، ما يعني ما حدش يفتكر اللي ممكن ما يشتغلش على الشاشه عنده. كل الشاشات دلوقتي فيها الايديو فيديو دي، مفيش فيها اي مشكله. الجاك الاصفر بيركب في الاصفر، ده المسؤول عن الصوره، والابيض والاحمر دول اللي مسؤولين عن الصوت. ده كده ريفيو سريع عن الاتاري. وبرده لو حد حابب يشرفنا في المعرض يشوف، طبعا ده لو عملنا الاونلاين، يعني لو حد عايز يشوف يجي في المعرض يشوف اي حاجه هو عايزها، مفيش اي مشكله. اسلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات، والحمد لله الحمد لله احنا بتوع الجيمنج.